هناك بعض الإخوة بيسألهم يعني آخر أخبار العلاقة ابن المشايخ. سبحان الله، يعني ليس إخواني أن الإنسان بينتقد بعض الأشياء أن تقطع حبال المودة بينه وبين إخوانه، هذا كلام غير جيد. يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة كان هناك مجلس مع الشيخ أبو إسحاق الصوت عليه وطلع في عمره. أمس ليلة أمس كنت في القاهرة سهرة طويلة مع الشيخ محمد حسان، فإحنا العلاقة بيننا علاقة مودة ومحبة وتواصل، وهذا ما ينبغي أن يكون، هذا ما ينبغي أن يكون. إحنا هؤلاء المشايخ بارك الله تعالى في أعمارهم وفي جهدهم وفي علمهم ونفع الله تعالى بهم، فلو أن رجلا فاضلا يعني وهل في وهل أو ما إلى ذلك لا ينبغي أن تقطع رقبته، ولكن ينبغي أن نقارب وأن نسدد وأن نعرف الأهل العلم حقهم وقدرهم، وأن نترضى عنهم وأن نذكر الحسنات والخيرات وأن نطوي ما سوى ذلك. أقول وأن نطوي ما سوى ذلك، حتى اللفظ مش قادر أقول الكلمة المقابلة، وأن نطوي ما سوى ذلك. ينبغي أن نتعلم الأدب قبل أن نتعلم العلم، دي مشكلة خطيرة جدا. إياكم أن تظنوا أن الإنسان سيبلغ بعلمه، وإنما سيبلغ بعمله، سيبلغ بعمله، ومن جملة العمل الأدب. عاوزين يبقى فيه هناك أدب. إيه المانع إن أنا وحضرتك نختلف وينقد بعضنا بعضا بس نحب بعض؟ إيه اللي يمنع؟ هو إحنا عندنا تلازمات عجيبة، تلازمات عجيبة. يعني افترضنا إن واحد مثلا بيضرب واحد، لابد مع الضرب يسبله ويشتمه، يا ابنك أم الدين يا ابن، لابد، ما ينفعش ضرب من غير شتايم، إحنا عندنا تلازمات. ولذلك الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما أوتي بالرجل الذي كان يشرب الخمر قال: فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله، ها ضارب بيده يعني بديله، ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه، بثوبه يعني يعوده زي الحبل كده ويديله، ها إذ سبه رجل، بيضرب يا كذا ما أكثر ما يجاء بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر ويديله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تاب توبة عظيمة. ثم قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، أو كلاما قريبا من ذلك. احنا التلازمات دي احنا عاوزين نفكها، ودي من المنهج بتاعنا السلفي، يعني منهج دعوتنا المباركة ان احنا نفك التلازمات الخبيثة. احنا مش عاوزين النقد معه الكره، ولكن في دائرة المنهج ينبغي بفيه هناك النقد معه الحرص ومعه الحب، وبقدر المخالفة يكون الإنكار. الإنسان بيحمل مرارة لهؤلاء الذين انحرفوا بالفعل عن المنهج وأزاغوا الشباب عن المنهج، الإنسان بيحمل مرارة ويحمل حزن شديد، ولكن لابد أن يدعو لهم وأن يترضى عليهم وأن يرحمهم وأن يذكرهم بخير عشان الأمور بإذن الله تكون فاضلة. فإياكم والقطيعة، إياكم والتدابر، نريد أن نتآلف وأن نجتمع، لكن لا نجتمع على دعاوى حزبية فاسدة، وإنما نجتمع على المنهج الصافي المبارك. دي مسألة مهمة جدا. الشيخ إسحاق صحته جميلة جدا ما شاء الله، زي الفل ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.